ونحن الآن في ضيافة السيد أحمد متعب العدوان. أبو عبد الله، بالبداية مساء الخير يا سيدي. يا مساء النور، يا هلا بك. بالتأكيد أنت تشكل ابن بلد أصيل وأحد الكفاءات الأردنية كأحد متقاعد ضباط متقاعدي القوات المسلحة الأردنية وكرجل أعمال وناشط اجتماعي أيضا في هذه المنطقة، منطقة صويلح. بالبداية سيدي، حابين نطرق للجانب الشخصي لحضرتك، يعني وأنت غني عن التعريف وأشهر من أن تعرف في هذه المنطقة تحديدا وفي هذا البلد الطيب. سيد أحمد متعب العدوان أبو عبد الله، نتحدث عن مكان الولادة، الدراسة، بداية فترة الخدمة العسكرية وأهم الوحدات اللي خدمت فيها، والعائلة الصغيرة كم لديك من الأبناء؟ الله يخلي لك. الله يسلمك ويبارك فيك، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. أنا متقاعد من الجيش، عندي أولاد الحمد لله رب العالمين، 3 أولاد وبنات 2، وزوجتي دكتورة قاعدة برتبة رائد من القوات المسلحة، دكتورة ما شاء الله، ابني ملازم أول طيار في سلاح الجو، وبنتي شروق ماجستير بالأردنية وتعد لرسالة الدكتوراه إن شاء الله. الله يخليك اياهم. الله يسلمك. الله يخليك. يعني استاذ احمد، بعد التقاعد من الخدمه العسكريه يعني ارتأيت الى هذا المشروع اللي هو المجمع التجاري امام سامح مول بقرب من دوار صويلح، نتحدث عن فكره المشروع، يعني شو الخطه اللي كانت ببالك، ايضا نتحدث عن ابرز المشاكل اللي واجهتكم في هذا المجال. الحمد لله رب العالمين، احنا تقاعدنا واتجهنا الى التجاره. وانا بالاصل تاجر سيارات وعندي معرض سيارات في طبربور. نعم. والحمد لله رب العالمين، وتوجهت للعقار. جميل. أبني عقار وأبني شقق وأجر الحمد لله. عندي مجمع تجاري على الشارع الرئيسي، عندي عمارة تتألف من 5 طوابق الحمد لله رب العالمين، 15 شقة مأجرات الحمد لله ما شاء الله. عندي حوالي تقريبا 35 عقد أجر والحمد لله رب العالمين، كله من فضل رب العالمين والنعم بالله. يعني أبو عبد الله، نتحدث عن أبرز المشاكل اللي بتواجهكم في هذه المنطقة، منطقة صويلح، يعني أنتم قريبين من دوار شارع رئيسي، هل من ملاحظات يعني أو لمتابعة فريق البرنامج؟ والله مشاكل يا أخي الكريم، المشاكل هي سرفيس السيارات الخصوصي من أمام المجمع. بالضبط، أمام المجمع. وعدة مرات حكينا مع السير وحكينا مع الأمانة وحكينا مع الأمن العام والشرطة المرور السرية، فالمشكلة أنه مسكروا علينا المداخل. هو موقف رسمي؟ لا، مش موقف رسمي. مش موقف رسمي. فلذلك يا ريت لو يلاقوا موقف رسمي أو كراج للسيارات هذا الخصوصية. هذا موقف اللي تحدث عنه أنت، موقف الباصات إضافة للسيارات الخصوصية، الخصوصية اللي بتسرفس. نعم، بشغالين 24 دون ساعة. نعم، تصريح رسمي. طيب نتحدث عن يعني الان احنا داخلين لاحظنا انه في نادي هون، نادي ايش هون؟ نادي بلياردو، وهذا هو المشاكل اللي احنا نعاني منها. نعم. انا قدمت شكوى للمحافظ. جميل. وقدمت شكوى للمتصرف في اللواء الجامعة. نعم. وقدمت شكوى لامين عمان. وشكوى لمدير منطقة الصويلح. لا حياة الا من تنادي. بخصوص ايش يعني الازعاج؟ بتلاقي الازعاج بيظل النادي، طبعا صار له سنه ونص بدون ترخيص. نعم، مش مرخص. وبيظل للساعه 4 على صلاه الفجر، واغاني مسجل شغال، المستاجرين عندي كلهم عائلات، كلهم بيحكوا معي تليفونات، يا ابو عبد الله شوف النادي، شو احكي مع الشرطه، نحكي مع الشرطه، مع 911 لا حياه الا من تنادي، نعطيهم العنوان ما بيجوا. احنا حكينا مع صاحب العمارة، قلنا يا عمي هذا الحكي لا يجوز، خلال المكره الصحي، خلاف المكره الصحية، وانتم شفتوها على الممر. نشاهد يعني هذه المشاهد زميلنا محمد، الآن هذه مشاهد لمدخل النادي، ونشاهد مكاره صحية خلف الشبابيك ملاصقة، يعني تصفنا الوضع للسكن. الشبابيك كلها مفتوحة علينا، ولا يجوز انه نادي موجود هاي فيها ناس يعني الشقة اللي تحت. نعم، عائلات، هاي كلها عائلات مأجرة. معناته الشبابيك مغلقة، شايفينها احنا الشبابيك مغلقة، لا يمكن شبابيك تفتح نهائيا طالما النادي شغال. شباب وشباك نعم. شباب ويرتدوا، أطفال صغار، وأنا شفتهم بعيني، أمهات أطفال بيجوا وأنا واقف على باب العمارة عندي، بينزلوا تحت على النادي، وين رايحة عمه تحكي تقول بدي أشوف ابني تحت، تطلع ولا ابنها عمره 10 سنين 9 سنوات ساحبته من ايده وطالع معاه على الشارع. يعني فلذلك انا ما بعرف هو امين عمان، يعني كثر الشكاوي عليه وكثر الشكاوي على النادي، الترخيص ما في، مدير منطقة صويلح بالصورة، واعطاني كتاب للمتصرف، والمتصرف اعطاني كتاب للمركز الامني، وهي الكتب موجودة كلها معايا، حتى المحافظ كتب كلها موجودة وموثقة كلها بشهر بداية شهر 2014. نعم.
النادي عبارة عن بؤرة فساد، ما بعرف والباقي عندكم، يعني انتوا عارفين ان النوادي شو هي بالليل. يعني راح يكون بالتأكيد متابعة من زميلنا برهان حويطات مع أمانة عمان والجهات المعنية لتزويدهم بالتفاصيل ولمتابعة الموضوع وحلها إن شاء الله. أستاذ أحمد، يعني لو أردنا نتحول لموضوع آخر، أنا أتحدث عن منظومة الأمن والأمان، ما يميز هذا البلد نعمة الأمن والأمان. الحمد لله رب العالمين. تصف لنا الوضع بنظرك. والله الأمن الحمد لله رب العالمين، الأمن هي الأردن الوحيدة اللي عندنا شوية الأمن والأمان اللي إحنا مرتاحين ومبسوطين فيها. فما بعرف يعني شو بدي أقول لك، الحمد لله رب العالمين، أمن وأمان فوق الريح. الحمد لله مرتاحين الحمد لله. يعني لو قدر لك أخي أبو عبد الله العدوان، لو قدر لك والتقيت بجلالة سيدنا جلالة الملك المعظم وجها لوجه، ما هي رسالتك له بظل الظروف؟ والله سيدنا على الرأس والعين، وإحنا كنا في خدمته، وإحنا المتقاعدين الجند الأوفياء له. بالتأكيد يعني إحنا كنا سعداء جدا أعزائي المشاهدين في ضيافة سيد أحمد متعب العدوان أبو عبد الله من العاصمة عمان منطقة الصويلح. نورتنا أخوي أبو عبد الله، شكرا جزيلا. الله يسلمك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. تعطيك